نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ نعمل إيه السيرش. وهنعمل سيرش من جديد خالص بحيث ما تبقاش فيها مشكلة أي حد خالص. هي الفكرة كلها إن أنا جيت دوكيمنت، يعني عشان جيت دوكيمنت أنا بعمل امبورت ريكوستس، وقلنا هنعمل فروم ريكوستس دوت اوث، هيمبورت الاتش تي بي بيزك اوث عشان اقدر اعمل كونكشن بالاوثنتيكيشن بتاعنا يعني. تمام، حلو جدا. بحدد الاند بوينت بتاعتي اللي هي العنوان النهائي اللي انا بوصل له، هو اتش تي تي بي خلاص، ولوكال هوست، والبورت بتاع الداتابيز بتاعنا كويس 2480. طبعا بيفكرني على طول ان انا اروح افتح الداتابيز على طول اول ما الاقي نفسي ان انا كده، فبقوم رايح على طول تمام بفتح الداتابيز بتاعتي على طول، رحت في المسار اللي فيه الداتابيز سلاش على سيرفر دوت بات. تمام، هيفتح الداتابيز خلاص، سيبه براحته، افتحها براحته. احنا هنقول نكمل اليو ار ال بتاعنا اللي بيجت. تمام، انا هشتغل الحاجات الاوامر اللي جايه كلها على حاجه اسمها الكوماند. تمام، كوماند واسم الداتابيز بتاعتي زي ما كنت مسميها قبل كده، بسميه الداتابيز اسمها دي بي لاب، خلاص فسميتها دي بي لاب عادي، وسلاش بعد كده على اس كيو ال عشان يعرف ان انا هبعت الاوامر في شكل اس كيو ال. ده الايه اليو ار ال بتاعي اللي انا هبقى من خلاله دايما بوصل لي ان انا انفذ اي امر من الاوامر على الداتابيز. تمام، طيب هاجي معايا دي، انا هديفاين حاجه اسمها جيت امبلي. لو انا ببقى سيرش على وان امبلي يعني كل الفكره انها تبعت لي الامبلي اي دي، وانا هريتريف لي الداتا بتاعت مين، بتاعت الامبلي ده. تمام، طيب في بيانات انا المفروض ابعتها للسيرفر عشان تجي لي النتيجه. طيب كنا بنتكلم على الفانكشن اللي هي جيت ان وان امبلوي، هنبعت لها بس رقم الاي دي بتاع الامبلوي، وهي هتكتب لي الداتا بتاعت الامبلوي ده. تمام، قلنا هنبقي على حاجه اسمها الداتا اللي احنا المفروض نبعتها، او ال يعني الداتا المفروض نبعتها للسيرفر، او الجيسون داتا يعني اللي المفروض نبعتها للسيرفر اللي هننسق فيها الريكوست بتاعنا، ممكن نسميها ريكوست داتا. تمام، بيانات الطلب بتاعنا بالظبط. بيانات الطلب بتاعنا احنا هيبقى مكونه من كوماند. تمام، بنكتب كده كوماند وبنكتب الامر بتاع الاس كيو ال بتاعنا اللي احنا عايزينه. فمثلا انا عايز اعمل ايه؟ عايز اسيلكت from عندناش استريسك from امبلي على ما اتذكر كان اسمه كده. تمام، وير الام اندرسكور اي دي، خلاص الام اندرسكور دي بيساوي ايه؟ بيساوي المفترض ان يساوي حاجه انا هبعت. تمام، هيساوي ايه؟ هيساوي يعني بارم او ارجمنت انا هبعته فيما بعد. ممكن اسميه يعني، ممكن اقول مثلا ايه هنا هيبقى، او محط عشان اسميه او معمول كل وكاتب مثلا اكس، اكني بالظبط كده اهو عملت كده، اكني كنت بعمل فانكشن وقلت ان انا هبقى ابعتك الارجيومنت تاني. نفس الكلام بالظبط، ممكن اسميه اسم اوضح طبعا، هو ام اندرسكور اي دي، يعني اللي بيسبق بكولون. تمام، معناه ان الامر ده ثابت خلاص، والحته دي بالظبط دي هبعتها لك في الايه؟ في البارامترز او البارامترز اللي هتجي لك يعني ان شاء الله. تمام؟ طب ببعتها فين دي؟ انا دلوقتي عملت كوماند بتساوي وامر سيلكت، اقول له كوماند اقوم باعت له على امر تاني خالص، هقول له خلاص ادي البارامترز او بارامترز. تمام؟ بتساوي وابعت له بقى القيمه بتاعت الايه؟ اللي انا بعته ده بالظبط. فانا طبعا هعملها على اساس ان هي اوبجكت، او ما يقولوا كده الام اندرسكور اي دي. تمام، اللي احنا كنا عايزين نبعته لك فوق، اللي حددنا ان احنا هنبعته كقيمه فوق اللي هو ده.
تمام؟ لكن هو بالنسبة لي قيمة سوف ترسل. قلت ايه هي؟ قلت له البارامترز او البارامترز بتساوي قلت له الام باي دي، والام باي دي ده هيكون بيساوي تمام؟ وبعد ما اقول بيساوي هحط القيمة بتاعته. طب القيمة بتاعته اجيبها منين؟ اجيبها من الايه؟ من الارجيومنت اللي هنا على طول اهو. يبقى كده انا بس تحت هنا عملت ايه؟ كل عملته ايه هنا تحت؟ ولا شيء. انا حددت بس ان الام باي دي ده قيمته هتبقى مثلا واحد، هتبقى 110، هتبقى 30، هتبقى 50 زي ما تكون. بس وهنا الكوماند بتاع الاصلي بس حدد فيه ان الحته دي هتتغير قيمتها ايه؟ هتتغير بس مش اكتر من كده. هي القضيه كلها في الريكوست ديتا بس. القضيه كلها عندي في الريكوست ديتا. ان انا اكتب الكوماند بتاعي اللي انا عايز انفذه. الكوماند بتاع الاس كيو ال سواء انسيرت ابديت ديليت سيلكت ايا كان. وتحت ببعت القيم اللي انا اللي هي بتتغير، القيم اللي هي بتتغير في الكوماند بتاعي دوت. وبعد كده ببدا انادي بقى بالريكوست، ودي حاجه سهله جدا ان انا اقول له يا ريكوست تمام. طبعا ده امر هيجيت لي ديتا، فانا هقول له جيت. قال لي اديني اليو ار ال اللي هتنادي عليه. قلت له انا مسميه في الاند بوينت فوق. قلت له الاند ايه؟ قال الاند بوينت بتاعتي ده اليو ار ال اللي انت هتجيب من عليه تمام. وبعد كده يهمني الجيسون. الجيسون ديتا ايه هي؟ اللي هي الريكوست ديتا بتاعي. ريكوست ديتا تمام. قلت له الجيسون هي الريكوست ديتا. طيب فاضل لي ايه تاني؟ قلت له بس فاضل لك الاوس. الاوس هتساوي ايه؟ الاوس هقول له الاوس بتساوي هبعت له بقى اللي هي اتش تي تي بي بيزك اوس. هقول له اتش تي تي بي بيزك اوس. هبعت له بس اليوزر نيم والباسورد اللي هو كان روت على باس. او طبعا ممكن اطلبهم من اليوزر طبعا. تمام؟ حلو كده انا جهزت الريكوست بتاعي وكل شيء تمام. كده خلاص الموضوع انتهى. انا ممكن اقول له اف ان طبعا المفروض بس النتيجه اللي هترجع لي احطها جوه حاجه عشان اتكلم عليها يعني لها ريسبونس. يبقى انا كده خلاص انا عندي ريكوست ديتا لما بعتها وعندي ريسبونس رجع لي. فانا هقول له اف ان الريسبونس اللي رجع ده تمام دوت ستيتس كود بتاعته لو كانت بتساوي 200 معناها ان كل شيء تمام، معناها ان كل شيء تمام خلاص. طيب لو كانت بتساوي 200 هتعمل ايه؟ لو كانت ما بتساويش 200 هتعمل ايه؟ قلت له لو كانت بتساوي 200 ما عنديش مشكله خالص. هقول له ريتيرن الريسبونس اللي جالك بس دوت ايه؟ دوت جيسون عشان يتحول لجيسون. او اعملها لودز بقى لو انا بقول بقى لو انا مستخدم جيسون. فاقول له ايه؟ ومنها حاجه اسمها ريزلت. طبعا احنا عارفين ان الداتا لما بترجع بترجع في شكل ريزلت. والريزلت بتبقى عباره عن اري فيها النتيجه. طبعا لو انا برجع وان امبلوي ابقى انا عايز اول اليمنت في الاري، اول اليمنت في الاري بس. تعال نشوف. يعني ممكن دي راجعه لي اري اكنها اري شايله الروز، شايله النتائج كلها كده. تمام؟ فانا بس كل اللي محتاج ان انا اعمله ان انا ممكن اقول له اوف زيرو لان انا مطمن ان الكوماند بتاعي ده استحاله اجيب اكتر من 1 ريكورد او 1 دوكيمنت بمعنى ادق. خلاص؟ يعني من الاخر انا عارف ان انا من الصعب ان انا اجيب اكتر من 1 دوكيمنت. خلاص هي المفروض ده يجيب كله على بعضه يجيب دوكيمنت واحد. فاللي حصل ده تمام؟ خلاني انا عارف ان الريزلت بترجع لي فيها كل النتيجه، لكن انا حددت بس الايمنت اوف زيرو عشان عارف ان هو 1 رو او 1 دوكيمنت. انس معناها ان مش 200، ان الريزلت جاي مش 200 معناها ان في مشكله. فانا ممكن بس اقول له ريتيرن فولس وخلاص. تمام؟ في ايرور وخلاص. طبعا انا بس ايه انا عشان بس ابقى فهمت فانا هقول له برنت ليا انا بس كده. هقول له برنت ليا ان في ايرور. فانا ممكن اقول له الريسبونس دوت ستيتس كود عشان بس ايه تديني مؤشر كده على اللي بيحصل. يبقى الفانكشن بتاعت الجيت امبلي الريكوست ديتا خلصت اهي. وادي الريسبونس اللي هيجي لو 200 برجع الجيسون، لو مش 200 بقول له ايه رجع لي الستيتس كود وفولس. كويس. هعمل فانكشن ثانيه خالص هتعمل كول للجيت امبلي. فاقول له كول جيت امبلي
فدي مفترض ان هي بقى هتطبع، تاخد النتيجه وتبدا ايه، تبدا تطبع وهتاخد من اليوزر القيمه اللي هو عايزها. يعني هقول له مثلا ام بي اي دي، هقول لليوزر بالانبوت انتر امبلي نمبر، تمام انتر امبلي نمبر، خلاص هيدخل لي الرقم الموظف، طبعا معايا رقم الموظف. بعد كده بقوم بعمل ايه، بقول له الام بيساوي ده ام ده فاريبل هيساوي ايه، هنرجع على جيت امبلي قال لي بعت لي رقم الامبلي اي دي، قلت له هو الامبلي اي دي ده، خلاص كده المفروض اعمل هتم فوق وهيريتريف لي يا فولس يا قيمه الايه؟ يا النتيجه بتاعته. فقلت له اف ان الامبلي بتاعتي الامبلي بتاعي لا يساوي فولس خلاص هشتغل، او لا يساوي فولس انا هبدا اشتغل. وممكن اقول على طول كده اف ان الامبلي وخلاص، يبقى كده معناها لو ترو يعني جاب ديتا او جاب الداتا يعني. خلاص جاب الداتا هقول له برنت لي كده بس ببساطه، مثلا اول حاجه كده هتعمل لي كده وهتقول لي وهتطبع لي الريكورد اي دي. الريكورد اي دي اللي هو هقول له ام اوف وكاتب اسم الحاجه اللي هي ات ار اي دي، ودي هتجيب لي طبعا الايه الريكورد اي دي المهم جدا بالنسبه لنا في فكره الاورينت، على اساس ان كل حاجه لها الار اي دي دي بتنزل لها في الداتابيز بتاعتنا. اقول له برنت، بعد كده عندي مين، قلت له الامبلي اي دي والام، وين هو هيجيب له بقى الار الامبلي اي دي، طبعا هو الام اي دي اللي هو جاب بعده اصلا كده كده مفيش مشكله بعد اطبعه تاني. الامبلي اي دي بعد كده الامبلي نيم، ده كان اسمه هناك الاي نيم تقريبا، وبعد كده الجوب تمام، وبعد الجوب عندنا السالري. كان في حاجه ثانيه؟ اه كان عندنا كمان الاتش ديت الهاير. إنس معناها ان مفيش امبلي اي دي بالرقم ده وبالاي دي ده. ففي الحاله دي انا ممكن اقول له برنت مثلا امبلي، ممكن يكون الرقم الموظف مش موجود اصلا صح؟ اقول له امبلي نوت اكزيست وخلاص. الموظف ده غير موجود. خلاص الفانكشن خلصت، مفيش حاجه، باخد اليوزر نيم، باخد البي اي دي وبجيب الداتا بتاعته وبطبعها، ولو كانت في نتيجه غلط بقول له ان الموظف مش موجود. هنادي بس على الفانكشن دي كده بقى بره في الرئيسي، يعني هقول له هنادي على الفانكشن اسمها كول جيت امبلي ده عشان تشتغل، ونجرب نقول بسم الله. مش عارف في 1111141 كده قال لي 500 ده نوت اكزيست مش موجود. طب احنا مش عارف، انا مش فاكر الداتا اللي كانت موجوده عندنا ايه هي بصراحه، ولا في غلطه ولا ايه. فانا هروح اعمل ايه، افتح الداتابيز اورينت بتاعتي ممكن كنا نجيب من عندنا، احنا كان عندنا جيت اول مثال قبل كده كنا بنجيب كل حاجه ده مثلا. ايوه كان عندنا والله عندنا 4 وحايد وعندنا 3 وحايد 2 تمام جدا. يبقى معناها ان هو في غلطه عندنا في السيرش بتاعتنا. ماشي
طبعا هو جايب لي هنا ايه الايرور 500 وده سيرفر ايرور وخلاص. فطبعا هو سيرفر ايرور مش هتديني اي تفاصيل، مش هتديني اي تفاصيل انا عايزها. انا لما طبعت التكست اللي هو لما كان فيه ايرور يعني بدل التسكوت بس تطبع لي بس الايه التكست اللي جاي كله، فقال لي اللي جاي لي عباره عن ايرور 500 مش عارف ايه، وقال لي كونتنت وقال لي اكزكيوشن وكلاس نوت فاوند. كلاس نوت فاوند يبقى احنا كاتبين اسم اسم الكلاس غلط بس هو اسمه امب بس خلاص كده. يبقى احنا الغلطه بتاعتنا ان احنا كنا كاتبين على واحد عايزين نطبع الايرور ده. تمام، يبقى احنا عندنا ايرور. لما يكون في ايرور يبقى احنا عندنا ايه، ممكن اقول له كده عشان بالمره ناخد يعني افتح اخر الاكزامبل اللي احنا كنا فيه. ايوه هو ده، انا عامل ريسبونس للتكست. ريسبونس للتكست بالنسبه لي انا مش عايز انا اقول له ريسبونس دوت